في وسط الملعب ناصر ماهر، يرجع تاني ناصر ماهر لعبد الله السعيد، نقلتين للخلف تماما عند الزناري مصطفى الزناري، ما قدرش برضه لعيبه نادي الزمالك ان هم يفكوا شويه ويطلعوا لقدام. عبد الله السعيد، عبد الله لمصطفى شلبي، ادي 3 4 5 ابيض قدام ال 18. عبد الله هاته خد حلو، خطيره خطيره، جول 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 يا ولد يا لعيب على التمريره، ومصطفى شلبي هدف التقدم. لسه بقول لعيبه نادي الزمالك مش قادرين يفكوا لقدام. رد عليا عبد الله السعيد بتمريره ايه؟ بلسم. 1-0 عن طريق مصطفى شلبي مع الدقيقه 35. الزمالك يفرض كلمته الهجوميه على فريق بيراميدز بهدف ليه مصطفى شلبي بتمريره سحريه. هنشوف تمريره عبد الله السعيد، هي دي الحته اللي بنتكلم عليها، ادوار عبد الله السعيد، ادوار ناصر ماهر في منطقة وسط الملعب اللي يوصلوا بقى سواء ناصر منسي او مصطفى شلبي في صندوق و18 الشناوي. 1-0، وادي هوت مصطفى شلبي بيسجل النهارده ويحضر برابع اهدافه في الدوري. انما البدايه يا ولد، ادي التمريره هات وخد، ايه منتهى، مش تمريره دي، حته بسبوسه، حته بسبوسه، بص كده مصطفى شلبي عمل هات وخد مع عبد الله سعيد، ادي خد وهات، وادي الجون يا ولد يا لعيب، حطها له هناك في الركن البعيد الهادي، يا ولد يا شلبي. 1-0.